قناة تانية، مرحبا بكم معنا في برنامج The Artist، البرنامج مقدم لكم من طرف وزارة الشبيبة والرياضة. موعدكم كل ثلاث على دوزام باش نتعرفوا على مواهب مختلفة في مجالات عديدة. The Artist مسابقة تلفزية على الصعيد الوطني لإبراز المواهب والقدرات الفنية لدى الشباب المغربي، جولة عبر 8 ديال المدن المغربية ولقاء مع 3000 موهبة في دور شباب. من هاد 3000 موهبة اختارينا لكم 42 موهبة، غادي في كل برايم غادي يكون معنا 6 ديال لي زارتيست، غادي يبقى منهم موهبة واحدة هي اللي غادي تمشي معنا مباشرة للنهائيات. كلهم فنانة، كلهم دي زارتيست، ولكن شكون اللي غادي يتألق البرايم فينال؟ شكون اللي غادي يفوز بلقب The Artist؟ وشكون هما 6 المواهب اللي حاضرين معنا في حلقة اليوم ديال The Artist؟ كيبان لي غادي نمشي نتلاقى بهم في الكوليس، وانا غادي نخليكم مع اهم لحظات جولة The Artist. قافلة الكاستينغ ديال برنامج The Artist بدات الجولة ديالها من جنوب المملكة وبالضبط من مدينة العيون، وهنا كانت جهة العيون الساقية الحمراء على موعد مع اختيار أفضل وأحسن المواهب: الغناء، الرقص، الشعر والمسرح. مشاركين كتر جاو من قلميم، الداخلة، سمارة وكل مناطق الجنوبية ديال المغرب باش يبينوا الموهبة ديالهم بالمجمع التربوي الاجتماعي والرياضي الأمل. مرحبا في السهلة واهلا بدوزين في العيون، مرحبا في ليزارتيس في العيون، وخيرت بيكم ووني بيكم. راني خليتها لك أمانة تهلا فيها ما تخبنها. I was scared of pretty girls and starring conversation. كنتي سبابي عايشتيني في الدود. قافلة البرنامج مازال مستمرة في البحث على المواهب واللي غادي يتأهلوا باش يتنافسوا، ونشوفوا شكون اللي غياخد لقب ديال دي أرتيست هاد العام. بغيتوا تعرفوا شكون اللي معنا اليوم في لجنة التحكيم؟ بغيتوا تعرفوا شكون اللي غادي يرافقنا في 8 ديال البرايمات ديال دي أرتيست في لجنة التحكيم؟ إذا فنانة محبوبة مثلت الدراما والكوميديا، مثلت التلفازة والسينما، كاتبة سيناريو ومخرجة، من هذا الشيء كامل فنانة. استقبلوا معايا بحرارة سامية أقريو. مغني محبوب تعرفت عليه فرقة مازاغون، ومن بعد كمل في طريقه بأغاني فردية ناجحة، ودار مشاركات مميزة مع نجوم عالميين كرضوان والشاب خالد. إلا قلت لكم فابور، زينة، دنيا، غادي تقولوا الفنان عصام كمال. هو ممثل ومخرج محبوب في الميدان الفني وخارج الميدان الفني، والما في مهرجانات عالمية بأعماله السينمائية. غني عن التعريف الفنان رشيد الوالي. مرحبا بكم معنا، غادي تكون عندكم اليوم المهمه الصعبه باش تختاروا شكون هو الارتيست اللي غادي يمشي معنا البرايم النهائي. فكلمه بغيت نسولكم، شكون هو الارتيست بالنسبه لكم؟ فنان رشيد الوالي. السلام عليكم. ذا ارتيست والفنان انا بالنسبه لي هو الانسان، الاعتراف او التعريف اللي كيتعطى له هو اي انسان يمكن له يكون عادي ولكن عنده واحد القوه
ديال التاثير على الناس في انه يثير شي حاجه جماليه عند الناس. لما كتشوفو كتقول واو تبارك الله عليك الروعه. والانسان اللي كيتقن، ولذلك المغاربه دائما كانوا كيقولوا هذا فنان، ولا قباص فنان، ولا صنايعي فنان. اذا هو الانسان اللي كيتقن هذاك الشيء اللي كيديرو، وكيديرو بقلبه، وكيمكن له يكون متعدد. نتمنوا نلقاوهم ان شاء الله. فنانة سامية أقري، شكون هو الفنان بالنسبة لك؟ بالنسبة لي الفنان خصو يكون ذكي، يجمع ما بين الذكاء، ما بين الخلق والإبداع، وطبعا على رأسهما الموهبة. شكرا فنانة سامية أقري. عصام كمال، شكون هو الفنان بالنسبة لي؟ واش غادي نزيد فوق هذه الهضره اللي قالت ساميه ورشيد؟ بيان سور خاص يكون الاتقان، ولكن غنزيد عليه واحد الحاجه، الخيال الواسع. يعني خاصو يبهرك بشي حوايج اللي ممكن ياخذهم من 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 الواقع المعاش ديالنا، شي حاجه بسيطه اللي تيخرج منها شي حاجه اللي فيها الابهار، فيها لو سبيكتاكل، وفيها واحد النوع ديال الجراه الفنيه اللي كتبهر العين وكتخليك كتستمتع. يعني كيخلق المتعه والاستمتاع. غادي نشوفوا اذا واش كاين الخيال الواسع والاتقان والفنان معنا اليوم. غادي نمشيو لكوليس عند ناب باش نكتشفوا المواهب السته اللي حاضرين معنا في هذه الحلقه. ناب، قدمنا المواهب اللي معك. فعلا غزلان، حاضرين معايا المواهب جايه من جميع ولا من واحد المدن زوينه اللي غادي يذكروها هما من قلبهم. كاينه اكادير، مراكش، كازا، طنجة، فاس، الله الله. وحاضرين معايا كذلك يعني المدن حاضرين معنا اليوم. نعم، وحاضرين معايا لي كوتش طبعا الاستاذ كريم سلاوي اللي هو موسيقار وملحن عظيم ومعروف، وسي شرف ناجي اللي هو مدير فني وخدم مع ابرز الفنانين. تبارك الله عليك، ينالوا الاعجاب ديالكم ان شاء الله. تشجيعات المواهب اللي حاضره معنا غزلان. اذا ما غاديش نطول عليكم، غادي نخليكم اللحظه باش نتعرفوا على اول موهبه حاضره معنا في برنامج دي ارتست. محمد وقبيض، 12 سنه، الغناء خصك الغناء ترتاح لي بزاف، وهذه فطره عطاها لي الله من اللي تزاديش. باغي نوصل صوتي للعالم كله باش ننال اعجابهم. تنقرا في السنه الاولى اعدادي، مسمين عليا فيروز، تيقولوا لي صوتك بحال تيشبه لها. تنبغي نقول لهم غير شجعوني راه غنكون في حسن الظن ديالكم. تنطلب منهم يشجعوني حيت انا محتاج للدعم ديالهم، وغنكون في حسن الظن ديالهم. انا دي ارتيست ديال العام. كتبان صغيوار. مرحبا بك في دي ارتيست، وحنا بغينا نسولك بعض الاسئله. تفضل سي رشيد. صافا ولدي بخير؟ لاباس الحمد لله. غادي تجاوبني، شوف هذاك البابيون شريتيه ولا عطاه في لا برودكسيون؟ لا دابا انا شريت واحد كحل. اها، عطاني هذا. براءة كتهضر. وعلاش وعلاش خديتي واحد كحل؟ قال لي كل شيء كحل، اللهم ندير واحد حمر. يا سلام، الحمر هو اللي كان ناقصك. انا عجبتني عندك واحد الكلمه قلتيها، ونبغيك سواء نجحتي دزتي ولا ما دزتيش تخليها في راسك. عرفتي شنو قلتي دابا عاد؟ قلتي بغيت نوصل صوتي للعالم كله. مزيان يكون عندك ولدي الطموح، ويكون عندك طموح كبير بزاف، وباش نوصلوه خصو الخدمه ياك. ان شاء الله نتمنى لك التوفيق. مرحبا بك. انا بغيت نقول لك واحد القضيه، حاجه واحده، مني غتسالي تا نساليو الحلقه وغنتصور انا وياك بالجيليات. صافي
تبارك الله عليك، أصغر مشارك حاضر معنا في برنامج دي أرتيست. قبل ما نشوفوا رأي ديال لجنة التحكيم، علاش اختاريتي بالضبط هذه الأغنية؟ الشيء اللي ترتاح لها بزاف. علاش ترتاح فيها؟ شنو كيعجبك؟ الكلمات ديالها، اللحن ديالها؟ الكلمات ديالها واللحن ديالها بجوج. كيفاش حتى قررتي باش تشارك في برنامج دي أرتيست؟ شفتو في التلفزة وقالت لي ماما حيتاش عندك موهبة علاش ما تحاولش تشارك في هذا البرنامج؟ تبارك الله عليك، كنتي مرتاح سخسان ياك؟ ما كاش الخلعة؟ لا ياك ما فيش الخلعة. ناخذ رأي لجنة التحكيم. فنانة سامية أقريو، شكون كنتي كتقلد ملي كنتي كتغني؟ شنو هو المغني اللي عزيز عليك انت؟ ريفي. بنتي اللي كدير بحالو ياك. نبغي نسمعك تقدر تغني لي مقطع شي اغنيه اخرى ولكن بدون موسيقى، انت اكابيلا واخا تغني لنا على بابي واقف قمرين؟ سمعناك كتغنيها في الكوليس، كتغنيها غزاله. هو الا بغى انا نبغي نسمعك بلا موسيقى. على بابي واقف قمرين، واحد بالسماء والتاني اغلى من العين بيفهم بالعمى. على بابي واقف قمرين، واحد بالسماء والتاني اغلى من العين بيفهم بالعمى. شكرا. انت واش كتاخذ دروس في الغناء ولا عمرك في الموسيقى؟ اذا اول هضره نتفقوا بها انا وياك ان خصك تلتحق باقرب معهد موسيقي لعندك، واخا طريقه عندك صوت تبارك الله، ولكن بالنسبه لي ملي كتنفس في الغناء ما كتخرج الصوت من البطن ديالك، كيبقى مقجوج. متفق معايا عصام ولا لا؟ عندك الصوت كيخرج من الانف ومن الحنجره، على داكشي كنحسوا بك كتشنج واحد شويه. واخا خذ النفس من البطن وخرج الصوت، ولكن هادشي القواعد كلها غادي تعلبها اذا التحقتي باقرب معهد. واخا يمكن عصام غادي يكمل هادشي اللي قلت. تبارك الله عليك، بغيتكم ديروا تصفيقه كبيره عليه. الله يخليك. صراحه سمعناك مع الموسيقى ابدعتي، فهمتيني شنو بغيت نقول لك؟ يعني كتحرك بواحد التلقائيه زوينه في الخشبه، الابتسامه ما فرقاتكش ملي بديتي كتغني، وهذه حاجه مهمه جدا انك تنشر الفرحه في الجمهور. انا شفت انت كتغني وانا كندور كنشوف الناس كيفاش التفاعل ديالهم معك، اثرتي فينا ايجابيا تبارك الله عليك. وغنيتي عاوتاني اكابيلا، بينتي بان الصوت ديالك تبارك الله محترم. الملاحظه اللي قالت ساميه كاينه، ماشي ما كايناش، ولكن انا بالنسبه لي عندك جميع المؤهلات باش تكون فنان من مستوى عالي ان شاء الله، وتسمع صوتك للعالم قريبا ان شاء الله. اولا شنو الاسم والكنيه ديالك بالضبط؟ محمد واقديد. وردي واقديد. واقديد هو الاسم اللي غتحتفظ عليه لما غتكبر، ولا كتفكر ديجا في اسميه؟ حيت انا ما بغيتهمش يعيطوا لك سيمو، حيت من دابا اختار واحد الشخصيه وواحد الاسم ديالك اللي يمكن يكون عندك في المستقبل. اختاريتيه؟ تقدر تقول لي ولا باقي كتفكر؟ في الاول قلتي لي بغيت نوصل للعالم كامل، دونك اللي غيسافر وكيعرف ما كاينش فين ياكل في الطريق، من دابا كيهز معاه الزاد. شنو هو الزاد ديالك اولدي؟ هو انك دير الموسيقى، تعرف لي نوت، ولكن خلي دائما هذا الحماس وهذا الروح الزوينه اللي فيك. تبارك الله عليك، كتحمق ما شاء الله. شكرا للجنة التحكيم. غادي نخلي محمد يمشي يلتحق بناب في الكواليس، وغادي نسول الجمهور اللي حاضر معنا اليوم كيفاش جاكم محمد واقديد ارتيست. غادي نمشيو عند ناب ونشوفوا لي كوليس. ناب، معلوم غزلان التحق بيا دابا، هذا الفنان العظيم اللي مره اخرى غادي يذكر الجمهور الكريم السميه ديالو. محمد واقديد. محمد واقديد، انت دابا صغير في العمر، ولكن صغير ولكن دخلتي كبير، لاعب كبير، لاعب كبير تبارك الله. وهاد القلده تبارك الله اللي عطاك الله، انا كنقول مين جاي هذا الصوت؟ واش انت مركب شي ستيريو، شي بوك ستيريو مورا البابيون، ولا كيفاش القضيه؟ شنو هو السر ديالك؟ يقول لي لا، السر في البابيون ديال كونان. تبارك الله عليك. تبارك الله عليكم. شكرا لكم. شكرا ناب. غادي نمشيو لحظه نتعرفوا على ثاني موهبه معنا في برنامج ذا ارتست، البرنامج المقدم لكم من طرف وزاره الشبيبه والرياضه.
ياسين الغسيفي 1993 شهر 3 في 24 25 سنة ماجيسين من صغر وانا تنحب لماجي فوت كريس أنجل قدام تنجل لماجي في ريغستورو وليزيفيلم أنا أرونكم طم غادي نرونهم وش راوا أنا جاي أرتيست هاد العام السلام عليكم سي ياسين صافا خويا لاباس الحمد لله قلتي غنرونهم شكون حنا ولا لا كلشي العالم قر قر دابا العالم العالم بالعالم انت عندك طموح ما شاء الله شنو اللي خلاك تختار لا ماجي حتى نتلوق فيها مرحبا بك دونك غتقدم لنا شي شو اليوم ان شاء الله اللهم يسر واش ممكن تفضل معايا سي رشيد ممكن تدوز من هنا يراك شوية ترعد ما تخافش أس ياسين يوسفي اللي جانا من مدينة مراكش شكرا لك غادي نتعرفوا على رأي لجنة التحكيم كخصك ترولنا ديال معقول ها؟ وراه ما فراسك والو ما فراسك والو ودابا تعرفيش يلاه واخا
فنان رشيد الوالي. انا جيتي باتي فريمون اول مره كنشوف مع قرب بحال هاد التويشيات كنشوفهم في الانترنت في التلفزيون كيعجبوني وما كنعرفش ديما كيفاش كيديرهم. تدابا مغراج يقول لي كيفاش كيديروا هكا بينو فينو. مي كنتي بخيل علينا صراحه سي تري بيان سكو تو افي، ولكن فالي تكون كريم لانه كوميم كاينين ستاد الناس وحنا محتاجين تقنع تقنعنا كاملين وتقنع البوبليك باللي انت اللي غادي نختارهم بين هذوك المواهب كامله. يفالي مره اخرى انك تفكر مي سان فو ريان دير، يمكن انت اللي تفوز في الاخر ونسي جامي نحكمهم من بعد ان شاء الله لما نشوفوا المواهب كاملين. غادي نخليو ياسين يلتحق بالكواليس. واش ما نظهرش لكم بان ياسين شويه مخلوع شويه مستريسي، ما بانش لكم فيه شو واحد شويه ديال سي نورمال؟ شوف سي نورمال. كاين واحد السبب واحد اخر. شنو هو اللي كيخلي ياسين اليوم مخلوع؟ غادي تعرفوا عليه الحالة في الكواليس مع ناب. نعم غزلان. الخلعه تلقي مني كتناسب حتى الاستاذ هذا الفنان الساهر، لانه هو عارف اش داير، هو عارف بالضبط اشنو داير. ها اشنو درتي يا ياسين؟ ها قول السي ياسين اشنو درتي؟ ها قول مشكل. قول ها قول ها قول ها ما تخافش. مشكل درت مع المراه. مشكل درتي مع المراه؟ مع المراه. نقولها ولا تقولها؟ جوج. باش نشرح للجمهور اللي حاضر معنا ونشرح للمشاهدين ديال القناه الثانيه وبطبيعه الحال لجنه التحكيم، فياسين اليوم العرس ديالو. العرس خلى اليوم العرس ديالو، خلى العروسه بارزه باش يجي يحضر في برنامج دي ارتيست. هذا الشيء اللي كاين، ولكن حنا هنا كنرحبوا به معلوم. ما عرفت واش كريم السلاوي ولا شريف نادي كيدير شي تغريده زوينه. لا 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 انا في بلاصتو كندير زبونه حمر. اذا غزلان في نظرك انت اشنو في هذا الموقف الحرج، يعني ان غادي تكون قضيه حامضه من الجهه الاخرى؟ ضروري تكون جالسه بوحدها مسكينه، ولكن ماشي مشكل غادي تعذروا لانه جا باش يشارك في البرنامج. شكرا لك ناب ومباركم سعوده ياسين، كنتمنوا لك ان شاء الله زواج سعيد. غادي نواصلوا دائما مع المواهب اللي حاضره معنا في برنامج The Artist ونتعرفوا على الموهبه الثالثه. ريتا خالد 17 عام الغناء، حتاش كتعجبني بزاف ومن صغري وانا كنعشق هاد الموهبه. بغيت نوصل يعني لكاع زعما البلاصه اللي وصلوا لها الفنانين الكبار مثل ام كلثوم، سمهان، ليلى مراد. سمهان ام كلثوم كنقول لجنة التحكيم ان شاء الله ننال اعجابكم ونكون عند حسن الظن. كنقول للجمهور ان شاء الله نعجبكم ونكون عند حسن الظن ديالكم. انا The Artist هذا العام. غيتا انت مزيونه، ميرسي ربي يخليك. مرحبا. بغيتي بلاتي ندير نظاضري باش نشوف نعطيك المناظر. رشيد شفتي ملي تسالي عطيني نظاضر اخويا تا هو نسى النظاضر ديالو. هاك شوف تينا فنة. شوفي غزالة. غيتا شحال في عمرك؟ 17 عام. كتقراي طبعا فين؟ لا خديت الباك هاد العام. اوه براك مانيفيك. بجانب الدراسة واش كدير دروس الغناء؟ اها كندير دروس الغناء، كنعزف على آلة العود. تبارك الله عليك. وكنقرا سولفيج ولو شون. تبارك الله عليك. سي عصام عندك سؤال؟ انا سولمون متشوق انني نسمع. حتى انا. مي شنو غتغني؟ مستنياك ديال عزيزة جلال. داكور. Baby.
تبارك الله عليك. شكرا لك غيتا. نشوفوا رأي لجنة التحكيم. حسينا بك شوية مخلوعة ياك سمية، كتباني شوية مخلوعة، حسيت بك بحالنا تقدري تعطي كتر اي داك الخلعه اللي تضحك معاك شي اكابيلا تغني الناس. عطيها فرصه، عطيها فرصه، عطيها فرصه. لكن فؤادك هواني وعرف هواك من وجداني، هو انت تقدر تقدر تسلاني، هو انت تقدر اشوف عليك عليك عليك، ده اللي يحب يبان فاني، ده اللي يحب يبان فاني، ما دام تحب تنكر ليه ليه. تبارك الله عليك تبارك الله. أنا غنسميك الأميرة الزرقاء اليوم. مزيان مزيان أميرة الزرقاء. غيتا أنا قلت لك في الأول مزيونة لأن غزيتي غزوتي الخشبة بالحضور ديالك. بصح عندك حضور جميل وقوي، الصوت طبعا الموهبة كاينة، ولكن أنا دائما غدا نقول حتى الغدا في الصباح يجب الممارسة، يجب الدراسة يوميا. وانتينا قلتي كتعزف على العود تدريب أكثر، وانتينا معك الكوتش كريم السلاوي اللي هو من يعني من أحسن الفنانين عندنا في المغرب اللي يقدر يعاونك، وكنظن انتي نفس ستيل ديالو. رشيد ما هضرتيش. أنا ما نقدرش بصراحة، صعب عليا ندوي نحكم، حيت صوت زوين، عندك حضور، اون بليس كتدرسي الموسيقى، كتعزفي العود، زعما شاملة. مي علاش أنا بالنسبة لي شهادتي مجروحة؟ حيت وأنا كنشوف واحد أختي فاطمة الله يرحمها وكتشبه ليها بزاف. ميرسي. شكرا لك غيتا، نخليك تلتحقي بالكواليس. غادي نرجع عندك معنا. غادي نمشيو لكوليس عندنا مع غيتا ونسمعوا رأي ديال لي كوتش. شكرا غزلان، فعلا التحقت بنا الأميرة الزرقاء كيف قال الأخ ديالنا رشيد الوالي، وغادي طبعا كريم سلاوي اللي قالت سمية أقريو موسيقار موهوب غادي يعطيها الكلمة ديالو في حق الأداء على الخشبة. شنو قلت يا سي كريم؟ الكلمة ديالي أن غيتا أنا حضرت معها يعني واحد المدة في بوندون لو كوتشينغ، نقدر نقول لكم انها المستوى ديالها اعلى من اليوم، ولكن سيغسين كتمشي فاسيلمون 50% من القدرات ديال الفنان. يعني النص بالنص. النص بالنص. والاستاذ شرف ناجي اشنو قال بالنسبه لكوريغراف سيغسين؟ انا تنقول بان الاميره الزرقاء صح الحضور كما قالت الاستاذه ساميه كان طاغي الحضور ديالها، عندها حضور الله سبحانه وتعالى اللي عطيه ليها الكاريزما، ولكن النقطه المهمه هي الخدمه اللي خصها تخدم على صوتها، لانها هي موهبه واعده وواعده جدا. وانا تنقولها لك يعني العلم والفن كلهم عندك. تبارك الله عليك. كيزيد بغيتي تخدمي معنا. شرف ناجي. وطبعا سؤال يطرح الاميره الزرقاء غيتا خالدي 16 ونص تبارك الله في الباك، هادشي كيشرف. غيتا طبعا حنا كنعرفوا ان قبلتك كاين الكونكور ديال ارتيست وكاين حتى لو كونكور دو ميديسين، فلك الاختيار واش ميدسان ولا ارتيست، اشنو بغيتي تولي؟ حنا بغينا نعرفوا.
بجوج بجوج ياك وعلاش تبارك الله عليك غيتا وتبارك الله على الاختيار ديالك بصحة وراحة ومسيرة موفقة إن شاء الله الرحمن الرحيم تبارك الله عليك غيتا وتبارك الله على الاختيار ديالك غادي نخليو دابا المواهب ديالنا يرتاحوا وغادي نمشيو نتلاقاو بواحد ضيف جانا من مدينة لندن ماجيسيان محترف درس أكثر من 7 سنوات في ليكول دو ماجي دو غرونوبل وربح جوائز عديدة في مهرجانات عالمية رحبوا معايا بلو ماجيسيان حفيد غود السلام عليكم لاباس صحيحة بخير انا ان شاء الله غادي نمشي لعندكم ترحبوا بيا صافا لاباس عليكم بخير صحيحة لاباس بيان 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 الوغ اللي بغيت ندير ان شاء الله سي رشيد الولي لاباس عليك بخير في امان الله الله يحفظك دخلت دابا راسك لا جامي غوماركي سا اللي غنديرو حنا اون فيغ ان تور كوم اون ابي سا غندخل العقل ديالك ولكن لو شوا والاختيار ديما غيكون ليك واخا الو ايماجين معايا وتبارك الله انت ان غون ارتيست يعني تبارك الله عندك ليماجيناسيون وي الو ايماجين معايا خرجت واحد لو جو Je ouvre, il y a un paquet de cartes, oui. il est invisible, donc oui. ben, pour le moment, c'est oui. normal. Donc je éventaille, il y a un paquet de cartes, oui. donc je veux que tu aies une carte à l'autre. Je veux que tu aies une carte à l'autre, je veux que tu mémorises la carte. Tu sais, mémorises la carte, je veux que tu aies une carte. تاخذ وحده اخرى نو ما بغيتيش تبدل لا جو بريفير متاكد ديري الحماق راه دابا الحماق بعيني واخا سيدي دابا غتردها لو جو ولكن ردوا معايا البال غتردها ا لونفير يعني الجهه الاخرى غتشوفها ماشي مشكل انا غندور كاع وجهي انت ردها ا لونفير وانا غندور وجهي صافي داز دونك انا هنايا كن ميلونجي ميرسي بور لي ابلوديسمون Voilà, ouais, donc voilà, je reprends l'ensemble, je remets et je referme. Maintenant, il y a une tawahed, ma arf la carte, il l'a anta, oui. ou elle est normale. Oui. D'accord oui. Donc, vous voyez que c'est un jeu invisible, yak Kaina ou lala Kaina ou lala Oui. Bien, on tourne maintenant, goûte à l'homme lala. Voilà qui vient où est le jeu Ah Elle est là, elle est visible maintenant. D'accord. Donc, how est le jeu Elle est là. Personne ne le touche. Personne ne l'avait avant. Juste avant d'ouvrir pour vérifier, parce que je trouve qu'il y a bien une carte qui est à l'envers. Oh là là. C'était quoi la carte que tu as pensé très fort, que tu l'as imaginée dans ta tête ouais, C'était quoi Là, la goul halina, parce qu'ils s'entendent les gens qui ont dit. L'as. L'as de Trèfle. L'as de trèfle. Est-ce que tu veux changer d'avis Je t'avais demandé où je voudrais te dire. Là. Goul t'il y a là. Là. Aqal t'im zian. وهنا حنا نحلو بشويه نخلي جوست الكاميرا تقرب وغادي نحلو نشوفو واش كاينه اون كارت بيل بيان اون كارت ا لونفير انا ما تلاقيتش معاها افون ها ابسوليمون با اكزاكتومون اكزاكتومون كاين كسر كارت ا لونفير كسر كارت كسر كارت ولكن راه سي با سولمون ماشي يعني لا كارت بوحدها اللي ا لونفير ولكن الكارت بوحدها اللي في لو جو اللي عندها ان دو روج ديفيرونت كو لي زوتر Merci pour vos applaudissements très spontanés. Merci. Comme je vous l'ai dit, c'est un jeu invisible. Hein? C'est bien ça? Alors regardez, je vais essayer d'accéder à votre demande. Je vais tout simplement remettre la carte dans son jeu. Je referme. Et là, je vais vous dire que 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 Voilà. Là, je vais vous dire que je vais vous dire que je vais vous dire comme ceci. On fait juste comme ça. Ouh. حسيتي بشي حاجه لان لو جو الى دوفني انفيزيبل كوم ان جامي اكزيستي اوباغافون غبر كامل مشى كامل ميرسي نتمنى هنا عجبنا الاعجاب ديالكم وان شاء الله المره الجايه ان شاء الله افيك ان اوتر تور ميرسي بوكو ميرسي شكرا لك حفيد غود كنظن واقيلا غادي نبدلوا لك السميه ونديروك حفيد فيري غود إذا مازال معنا ثلاثة ديال المواهب غادي نكتشفوهم قبل ما نكتشفوا الموهبة الموالية غادي نكتشفوا اللحظة رابع موهبة معنا في برنامج The Artist اليوم نكتشفوها في هاد الصور محمد
شاب اليماني 30 سنة الرسم لأنني كنلقى فيها راسي كن معروف على الصعيد الوطني إن شاء الله لما لا يكون حتى الدولي دابا خدام سيناس تقليدي بيكاسو كنقول لجنة التحكيم أنا جاي إن شاء الله لعندكم ونتمنى أنني نكون في حسن الظن ديالكم وغادي ندير لكم إن شاء الله شي إنجاز يكون خيالي إن شاء الله كنتمنى بالنسبة للجمهور ديالي أن أزرني وقف بجنبي وكنشكرهم كاملين أنا دي أرتيست هاد العام سي محمد مرحبا بك الله يبارك فيك السي رشيد كي داير اخويا بخير شكرا وشحال انت كدير الرسم الرسم الصغر ديالي انا كندير الصغر سافي دير مي كنت كنقرا في الابتدائي وانا كان تعلمتيه في المدرسه ولا في الدار لا في المدرسه حيت مهم ما كنقول هذه القضيه حيت كاين واحد التراجع كبير كنعطيو للدراري مع الاسف في المدارس بزاف يلونوا مي ما كنعرفوهمش بالضبط القواعد ديال الرسم لانه فريمون لما كتبدا دير الرسم وانا اكتشفت على انه ديال الله واحد شهرين بديت كنرسم وليت كنشوف الحياه فريمون ديفيرونت وليت الالوان اللي في الطبيعه كنقراهم اوترومون وانت كتبارك الله عليك شوي كونتون نشوف شنو كتقدم بون كوراج اخويا شكرا لك عليك محمد شكرا لك دابا محمد رشيد فرحان وحنايا حنا نمشيو لين نمشيو بحالنا ان شاء الله استاذ نوجد لكم شي مفاجاه ان شاء الله زعما بغيتي ما تسالش ان شاء الله غنوجد لكم مفاجاه خليوني حتى البرايم جاي البرايم ياك عيسام دابا حنا غنفكروا انا وعيسام هذه طريقه ذكيه تبارك الله عليك دوكا اللي شاف التصويره كيعرف باللي فريمون فريمون طبق الاصل نجي حداك دابا باش نصور معاك وباش نشكرك يلا برافو محمد ما حدك هز التليفون الفنان رشيد الوالي عرفنا بانك كترسم وي واش تقدر التليفون ديالك فيه بعض اللوحات تقدر توريهم لينا
نكتشفوهم في برنامج دي ارتيست. وي وي غنشوف سمحوا لي. انا رشيد الوالي من مدينه الرباط، كنمثل مدينه الرباط، جيت باش نوريكم الرسم، كنعرف الرسم تاع انا. يلا وليدي شنو سميتك؟ رشيد والو. شحال في عمرك؟ شكون جا معك بابا؟ شكون؟ ها؟ شكون جا معك بابا؟ جات معايا مراتي صافيا. 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 انا كنرسم. اجلس جالس قال ما حق ربي حبيب ما جيت مشينا لبرا. ورينا الرسم نشوفو. قلت لك اجلس. ايوا كباش نجلس ولا؟ اجلس. فوالا غنوريكم شنو كنرسم. با وحده هذه قريبه ليا، شكون حدا الكاميرا؟ فوالا. يلا. فوالا. لا غنستغل جوستومون سامية والله الا غنستغل هذه الكلمه واخا انا من لجنه التحكيم باش لونسي ان ميساج. وحنا كيشوفونا لي جان تبارك الله، شوف حتى واحد ما يحدكم ولا يقول لكم لا ما تقدرش دير شي حاجه. 53 ans بديت كنتعلم الرسم، وبالنسبه لي شوي تري كونتون. الانسان يمكن له يدير كل شيء في اي فتره من الحياه ديالو، وكنحييك صنايعي ومعلم و تو في دي شوز اكسترا اوردينير، برافو عليك. يلا وانا غنعطيك اعلى نقطه ما تخافش. شكرا لك بزاف محمد. مازال معنا مواهب عديده في برنامج ذا ارتست، البرنامج اللي كتقدمه لكم وزاره الشبيبه والرياضه. غادي نمشيو دابا للكوليس نشوفوا محمد معنا ومع لي كوتش، عطيونا الراي ديالهم. تحيه لك. واذا الى كان شي كلمه من عند كيبان لي شرف نجيل اللي كان كيهضر شويه قبيله على التحرك ديالك جوسان. اوفيت انايا بغيت بعدا نقول لك تبارك الله عليك. يعني شرف لينا نشوفوا هاد المواهب هادي عندنا، كنا خدمنا عليه شي حوايج و يمكن مع ستريس نسيتيهم، مي ان شاء الله الا دسي البرايم الجاي ضروري ان شاء الله نخدموا عليهم، لان التايمين هو المهم، لان التوقيت ولا سينو غادي تاخذ بحال انت في الدار. ياك اذا تبارك الله عليك. غادي نتعرفوا اللحظه على خامس مشترك معنا في برنامج ذا ارتست، نتعرفوا عليه في هاد الصور. كريم. حنان. حمزه. ياسين. سعيد. Presque 18 ans. 20 سنة. 24 سنة. 25 سنة. 25 سنة. لا طونس ديال الحياة. علاش لا العالمية إن شاء الله؟ العالمية. علاش لا نديرو إن إيكول ديال لا طونس؟ عندنا بزاف ما يتعطى، وكاين عندنا بزاف ديال الحويجات اللي خصنا نوريهم للناس. نقول لهم تسناونا. تسناونا بأن باقي حنا عندنا شحال من حاجة ما نعطيو، إن شاء الله نعجبو إن شاء الله. هذه الآن مش من مدينة أنتما؟ أكادير. أكادير وا مرحبا. واش كتقراو؟ كلشي كنقراو، كاين اللي كيقرا هنايا كاين اللي كيخدم. وبالنسبة لحنان راه شدات الباك ديالها هذا العام مونسيون تخي بيان. برافو حنان. دونك راه شرف لينا حنايا، هذا دليل انه راه ابار الفن راه كنديروا ابار لي زيتود راه كنديروا الفن. ما شاء الله. بما انه واحد ليميسيون ديال لي جان ولي جان كيشوفونا ما شاء الله، ما كرهتش تقولوا لهم ويعرفوا المستوى الدراسي ديالكم ديال كل واحد؟ بالنسبه لسعيد كي خدام كونترولور في واحد المعمل ديال زيز. اها. ياسين كيقرا في ليستا كويزين. انا كنقرا في ليستا كندير فابريكاسيون ميكانيك، هذا كيقرا في الباك، حنان كتقرا في الباك. تري بيان. ونجحتي انت واش تكساكت؟ ما نجحتيش مالوغوزمون. اون اوتر فوا ان شاء الله. اون اوتر فوا دوزتي الدوره الاستدراكيه. لا دونك مره اخرى ان شاء الله. ان شاء الله. دونك ما تقلقش، حتى انا كنت سقطت في الباك وعاودت، دونك ما تصفيقات عليه ولا كاع اللي ولا كاع اللي خدموا في البكالوريا وما جابش الله هذا العام، هي توجور اون شونس باش الواحد وبالعكس شتي الله سبحانه وتعالى كون بغى يخلقنا بحال بعض الحيوانات كيتولدوا كينوضوا كيتمشاو كنديروا، ولكن تولدنا وكنطيحوا نوضوا نطيحوا نوضوا. الانسان اللي كيفشل في الحياه ما خصوش يوقف، خصو يستمر، وبعض المرات تيلمون كيبغي يستمر حتى كيتوفق وكيكون احسن من الاخرين. دونك بون كوراج ونشوفوكم اخويا. يلا يلا تفضلوا. We'll be right back.
الله عليكم. فرقة بوغي ستايل تعرفنا عليهم في دار الشباب مدينة أكادير، تصفيقاتكم الحارة عليهم. عرفنا بأنه المدير ديال دار الشباب كان تعاونكم بزاف، كيعطيكم الاسباس. شنو اللي قدم لكم المدير ديال دار الشباب؟ من هذا هو نورمالمون كنترينيو في دار الشباب اللي كاينه في اورير، وكنترينيو في دار الشباب اللي كاينه في حي الحسني اللي كاينه في اكادير. وكنوجه من هذا المنبر واحد الرساله شكر لمحمد العواد، السي محمد العواد مدير دار الشباب اللي حي الحسني، اللي عاوننا بزاف بزاف. عطانا كيعطينا اي حاجه، ما كيبخل علينا حتى شي حاجه، لا صال اي حاجه محتاجينها. دونك كنوجه ليه الشكر، وكيعاوننا بزاف من ناحيه الدراري كاملين كيتعاون معاهم. تحت تصفيقاتكم الحاره غادي نتعرفوا دابا على راي لجنه التحكيم. باين فيكم خدمتوا وجدتوا داك العمل الجماعي، لي كوريغرافي اللي كديروا مجموعين يعني متقونين زوينين. كاين افكار زوينه في لا كوريغرافي اللي درتو، حركه جديده اللي بيتيتر انا شفتها اول مره. عجبوني حتى فاش كتكونوا اون سولو، كيكون شي واحد دير السولو الاخرين حتى هما تيدير واحد الحركه زوينه. عجبتني هذه، بحال تيتسناو شي حاجه جايه، كيتسناو النوفا. دونك تبارك الله عليكم، فرانشمون انا فرحت بزاف، متعتونا، عينينا فرحوا ملي شفناكم. كنتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. انا بغيت نسول شكون هو لو ليدر دو لا كوريغرافي تاع هي ياك؟ لا كوريغرافي كوشينا. اوكي، ما عندكمش مؤطر؟ لا ما عندناش. علاش كنسول؟ لان مزيان العمل الجماعي اصعب ما كاين في الدنيا هو العمل الجماعي، ويعطي واحد الهارمونيا. ولكن انا كمحترفه يعني برايي المتواضع جدا، كاينه الجماعه هنايا وكايناش الانانيه، وكاينه واحد كي بروبوزي والاخر كيصنت. اللي ناقص واحد الحاجه اللي ان شاء الله غادي تقلبوا عليها، هو ما يسمى بلو ريغار اكستيريور، يعني هذاك اللي كيشوف عن بعد، اللي كنسميوه يمكن المخرج، اللي نسميوه بحال شرف لو كوريغراف، ولا اللي خصو ينظم هذا الشيء. خصنا المرايه، انتم ناقصكم المرايه، هذاك السيد اللي كيقول لك بالفاصله والنقطه، من الاحسن علي شويه دك هنا، مني تكون هذاك ناقصكم، خصكم تقلبوا عليه. وانا كنقترح للشرف ما يضيعكمش، خصو ياخذ بيديكم برنامج دي ارتست. بصح شرف خصك تاخذ بهاد الوليدات. ومن هذا المنبر كذلك كنوجه تحيه لديور الشباب اللي مازالين كيعاونوا شباب بحالكم. احنا ابناء، انا بعدا بنت دار الشباب بمدينه شفشاون، لان ما كاين ما يدار. كنلعبوا الملاقف، كتعقلوا على الملاقف، ما كان ديك الساعات لا اكران لا تليفون لا حتى التلفازه، ما كاين التلفازه كتبدا في 6 العشيه. يعني ديور الشباب اما جي سحابهم بلينتينا كبيره بزاف، ماشي شغلي. ما تقوليش العمر ديالك الدنيا، ما كانش التلفازه في 1900. لا وقت ما كانش التلفازه، كتبدا في 6 العشيه. لا بصح، وداك ديور الشباب في الموضوع كانت كتلعب بالحجر، هذاك الشيء كتضربني ديما بالحجر. شكرا لكم. ما شاء الله. انا كنعرف انه كاين محمدات بزاف اللي هما مديرين ديال دار الشباب، واللي كي بعض المرات بامكانياتهم الخاصه كيحاولوا يعاونوا الاولاد، خاصه اليوم صعاب تجلب الدراري وتقول لهم اجوا لدار الشباب، لانه الانترنت والتليفون مع الاسف ولا كيضيع الناس بزاف الوقت. لذلك انا كنصفق لكم بحراره ولدي، وكنقول لكم كنقول لهم ميم طون ساميه، سي نورمال ما عندهمش الكوتش ديالهم، لانهم في البدايه، وفي البدايه لابد الواحد ما يدابز مع راسه. واصعب اصعب حاجه هو انكم كسرتوا الان وكتسمعوا لبعضياتكم باش تقدروا تعطيونا ان سبيكتاكل. كنحييكم اولا على الاختيار الموسيقي اللي هو كيذكرنا بالمسيره الخضراء، واللي عاودوا كنظن جبارة تحيه ليه بطريقه تخي موديرن باش نعاودوا نحييو. اذا كان عندي بالنسبه لي انا كاين ان تيم اللي خدمتوا عليه، تيم وطني، ويكفي انكم خمسه ودليل على النجمه الخماسيه ديالنا، وحنا كنفرحوا بها. وتتوسطكم امراه، تحيه لكم. شكرا لكم بزاف فرقة بوغي ستايل، غادي نخليكم تلتحقوا بناب في الكواليس. وربما هذه هي الفكرة ديال البرنامج، أننا نشوفوا دور الشباب، نشوفوا المواهب والطاقات اللي كاينة في دور الشباب باش نبرزوها في برنامج ذا ارتست، البرنامج اللي كتقدموا لكم وزارة الشبيبة والرياضة. غادي نمشيو دابا للكواليس ونشوفوا ناب ونشوفوا الرأي ديال الكوتش. غران غزلان بوغي ستايل، طبعا احنا تبهرنا هنا في الكواليس.
بلا بريستاسيون ديالهم تبارك الله صلى على النبي، موسيقى رائعه، كوريغرافي فوق الخشبه رائعه كذلك. وكان معايا شرف ناجي اللي فرحان بزاف لانهم نسقوا بواحد الكيفيه رائعه تبارك الله عليكم. انا كان واحد السؤال عندي الا بغيتي تمشيو معايا في الخط، لان من غير هذا الشيء كله عرفت توصلت بواحد بواحد المعلومه، هو واحد فيكم طاح على رجليه، شكون هو؟ ها فهذا هذا برهان على الروح الرياضيه ديال بوغي ستايل. اشو اسمك انت؟ ياسين. ياسين يعني ياسين خصكم تصفقوا عليه نتوما بعد بوغي ستايل وتحيوا على الروح الرياضيه ديالو. واذا عندكم شي كلمه بغيتوا تقولوها شنو هي واحده اخرى من بعد هاد لا بريستاسيون زوينه؟ فرحانين ناشطين؟ فرحانين بزاف، وعندنا ما عندنا ما يتقال، غادي يكون غادي غادي يكون شي حاجه محسن ان شاء الله. ان شاء الله ديما الاحسن. ما كرهناش ناب، ما كرهناش اننا نسمعوا الكوتش ديالنا ونشوفوا الاقتراح ديال الفنانه ساميه عقريول اللي قالت طلبت منه انه يتبنى هذه الفرقه هذه. بيان سور. اول حاجه انا فرحان اني نشوف في مدينه اكادير هاد لو نيفو هذا، هاد الناس بحال هكا تيتقاتلوا باش الرقص يكون عنده بلاصتو، لانه الرقص هو فولكلور، في الفولكلور المغربي يعني طرف كبير من الثقافه المغربيه. وانتم انكم ما بقيناش بغينا نشوفوا غير كازا، مراكش، الرباط اللي عندهم اللي فيهم يعني حركه ثقافيه من الرقص او الرسم او او او, أو يعني. ونشكر هذاك السيد اللي في دار الشباب، لانه دار الشباب هو السر اللي غادي يخلي بان الشباب ما يبقاوش في الزنقه ويجيو يلقاو بلاصه فين يعبروا على راسهم على المواهب ديالهم. نداء هادو للشباب انهم يتجهوا، لان كاين بلايص، لان كاين قاعات يعني فاضيه وخصهم خصها تعمر بناس بحال هادو اللي عاطين من وقتهم وعاطين من الانرجي ديالهم الطاقه ديالهم. وان شاء الله الاستاذه ساميه غادي نحاول نتبناهم بالامكانيات اللي عندي ان شاء الله، ونحاول نشوف نعاونهم على ما قدرت ان شاء الله، يا اما بالتوجيه يا اما نقدمهم يعني في كليبات او افلام او ان شاء الله باذن الله، لانه هذا فخر لي. شرف ناجي، شكرا لك. ان شاء الله كنشكركم بزاف. شكرا ناب. غزلان هما خمسه وخميس عليهم ووسط منهم جوهره. شكرا لكم بزاف. واش غادي نسول دابا الجمهور اللي حاضر معنا، واش مستعدين انكم تكتشفوا معنا اخر موهبه في برنامج The Artist في البرايم ديال اليوم؟ مستعدين؟ محمد رضا، الأغدش، 20 سنة، الغناء، عشاق سام صغري وعمري مفرط فيها، العالمي، كنقرا كوزين، صباح فخري، يسمعوني وما غاديش ينتهوا. يستنوني انا دي ارتيست هاد العام. اول مره غتغني قدام جمهور؟ وي اول مره. اول مره، دونك تصفيقاتكم الله يخليكم. شجعونا محمد رضا. شنو 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 غتغني دابا؟ اكذب عليك. اكذب عليك. اكذب عليك. علاش علاش كذاب؟ ما تكذبش علينا. اقول ما تكذبش علينا، عطينا احسن ما عندك. يلا اوكي. لو قلت بحبك لسه اكدب عليك، اكدب عليك. لو قلت نسيتك همسى اكدب عليك، اكدب عليك. لو قلت بحبك لسه اكدب عليك، واكدب عليك. لو قلت نسيتك همسى اكدب عليك. I'm
لسه حبيبي ولا حبيبي عشان كنت حبيبي يا انت حبيبي يعني لسه حبيبي ولا حبيبي عشان كنت حبيبي قول يا حبيبي قول قول يا حبيبي قول قول يا حبيبي قول يا حبيبي قول 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 يا حبيبي. تبارك الله عليك محمد. محمد في الكاسينغ انت كنتي اخر مشارك غادي تدوز في مدينه طنجه واليوم اخر مشارك غادي تدوز معنا في البخايم الزهر الاخراني غادي نعرفوا راي لجنه التحكيم. يا سلام عليك وانا كنظن الجمهور اعطى احسن تعليق او لا يعني تبارك الله عليك حسيت بك يعني فاش قلتي لي دابا انت اول مره كتغني يعني هادشي كيبشر بالخير يعني المره الجايه غادي تكون احسن واحسن لان هذا المستوى اللي عطيتينا مستوى احترافي. حتى الطريقه باش كتزوق كدير دوك العرب قالت لي زوقتي مع راسك كيفاش كيدير لهم ازاميه جيتيني احترافي بحال دوك الاولاد اللي متمرسين اللي مغنيين في الاعراس بزاف اللي هذا وكيزوق على خاطرو باينه هذوك تزوق العراس عرفتي هذا الزواق اللي كدير ديال البسطيله وديال الدغنير هادشي اللي كدير دابا ياك اون توكا تبارك الله عليك كنتمنى لك التوفيق. شكرا. يا سلام عليك. مزيان تزوق ولكن عطينا لا باز مزيان عاوتاني تخدمها مي تبارك الله عليك عندك صوت رائع زوين. انا تبارك الله عليك بيان سور عطيتينا الجو عطينا ريتم ضفتي واحد الجو حلو على هذا الجمع غير باش نكونوا زعما الصراحه صعيب مسابقات بحال هذه وتمشيت تغني. انا بالنسبه لي تقال عرس سي تري بيان العرس مي حنا ماشي باش غير باش ننشطوا خاص يكون الاداء. علاش درت الاغنيه اكتب عليك او ماشي تمشي مع الناس ومع تنشطهم لا تادي وتخلي الناس يتبعوك سي تون رومارك بوغ لافينيغ مي تبارك الله عندك ان بريزونس. شكرا. ميرسي. غادي نخليك تلتحق بالكواليس باش نعرفوا الراي ديالنا بشكل. شوف انا عندي لا فامي من طنجه ونبغي نسمع شي حاجه طنجاويه الله يرحم فيك وندوز شنو نقول لك اخي رشيد الوالي لا شي موال طنجاوي ولا موال ما يلا غير حاول ما تحشمش يا اخي. أرى ولي زين تجبل جبوب الغيطة وطبل أرى ولي زين تجبل أرى ولي تكل غزل أرى ولي واحد ماشي لحق غير كمل أنا 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 جواب ماشي يعطيوك العصا ما عرفتش تغنيهم. تبارك الله عليك بابا. شكرا لك محمد وتبارك الله عليك. نسولوا الجمهور اللي حاضر معنا كيفاش جاكم محمد فنان أرتيست محمد كنشكركم على دعمكم لهاد المواهب. غادي نمشيو دابا لي كوليس عندنا ونشوفوا الراي ديال لي كوتش ديال البرنامج. شنو بان لك الاستاذ كريم السلاوي اللي هو موسيقار واختصاصي في الموسيقى والغناء بالنسبه للاداء ديال الاستاذ؟ يعني هو موهوب جدا وكنحس به فاش كيكون كيغني كيكون فريمون اوزونج يعني كيعشق كثير كيعيش يعني خاص مازال شيئا ما من التجربه حيت يعني بالنسبه للنطق وبالنسبه للايقاع خاص واحد شويه ديال الالتزام بالايقاع ولكن هذا عامل غيجي مع التجربه ان شاء الله. معلوم وسورتو لا جونيس تبارك الله. شحال عمرك دابا استاذ؟ 20 عام ان شاء الله من دابا 5 سنين صافي غادي تكون استاذ. شكرا ناب وشكرا للاخر متسابق كان معنا في حلقه اليوم من برنامج ذا ارتست. غادي نستقبلوا اللحظه فنانه مغربيه هي خريجه برامج مواهب كتغني مزيان واعر بزاف من عائله فنيه كبيره فنانه مغربيه وصل صوتها للعالم العربي. استقبلوا معايا بحراره الفنانه دنيا باتما. هني 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 هني
اكتشفتي معنا المواهب لي زارتيست اللي كاينين معنا اليوم، شنو التقييم ديالك دنيا باطمة للمواهب السته اللي دازوا اليوم في الخشبه؟ اول حاجه تحيه كبيره لهذا البرنامج اكثر من رائع اللي عطاتح لي الفرصه انني نشوفكم اليوم ونشوف هذه المواهب والطاقات اللي محتاجين بحال هذا البرامج باش يبرهنوا ويعبروا على ذاتهم. شكرا على الاستضافه وتحيه كبيره لهذا الببليك الواعر بزاف. بالنسبه للي كونديدا كنقول لهم الله يوفقكم، و تار الانتباه ديالي واحد الوليد صغير هادي اللي بغينا نعرفوها، شكون هو الكونديدا؟ محمد الدري الصغير اللي من اصول ورزازات وعايش في كازا. ملي غنى انا شفته قبل ما يدخل يغني، وما شاء الله عليه عنده واحد الطاقه كبيره، واحد الصوت رائع كبر منه. والمواهب الاخرى تبارك الله عليهم مواهب اخرى فريمون، كل واحد كيتميز بحاجه معينه. كنقول لهم برافو عليكم. ومحمد رضا غيتا عندهم واحد الاصوات اللي هي خاصه بهم ونادره، لكن انا تكلمت بالذات على محمد لانه اصغر مشاركه على ما اعتقد، وعنده واحد الصوت اللي ملي غنى انا شوك لي راسي وكلي، لانه فعلا برافو عليه. وكنتمنى لهم كلهم التوفيق وربحوا او ما ربحوش، هذه ماشي البدايه، هذه مشوار رائع اللي غادي يكتسبوه من هنا
حاجة كبيرة بالنسبة لهم في المستقبل. ممكن أننا نشوف ربما مساعدة من دنيا باطمال نجم من نجوم ليزارتيست اللي كاينين معنا في أكيد على الرأس والعين كلهم طاقة جميلة. اللي غادي يبقى في الأخر أو غادي يأخذ اللقب ديال The Artist كان وعده أنه غادي يكون معي في برامج إن شاء الله غادي يكون معنا في مهرجانات. وعدنا يعني الفنانة دنيا باطمال لأنه شوفي أنا محبة للفن المغربي عندنا طاقة كثيرة كنتمنى أنه كل واحد يأخذ الحق ديالو في بلادنا إن شاء الله. شكرا لك بزاف دنيا ومرحبا بك معنا في The Artist. شكرا لكم مرسي. إذن ستة ديال المواهب اكتشفناهم في البرايم الأول من برنامج The Artist. لجنة التحكيم غادي تختار لنا موهبة واحدة غادي يمشي معنا هاد الأرتيست حتى البرايم النهائي. إذن لجنة التحكيم الدور ديالهم صعيب شوية غادي يكون ربما الاختيار صعيب شوية غادي نعرفوا الاختيار من بعد. غادي نمشيو دابا لكوليس مع ناب ونشوفوا كي داير الأجواء في الكوليس. غزلان الأجواء شيقة جدا الفنانة والمواهب حاضرة معايا المهم هو المشاركة المهم هو المشاركة. إذن وصلت لحظة الحسم لجنة التحكيم غادي تختار لنا المتسابق اللي غادي يمشي معنا البرايم النهائي غادي نخليوهم ياخذوا القرار ديالهم ونخليكم انتم تشوفوا أقوى لحظات البرايم الأول من برنامج The Artist. اللحظة الحاسمة اللحظة اللي غادي نتعرفوا فيها على شكون الارتيست اللي غادي يمشي معنا لاخر برايم النهائي ديال برنامج The Artist. فعلا غزلان كانوا معنا المواهب حضرة نظرة كان معنا الرقص مع بوغي ستايل كان معنا الغناء مع محمد وجديد اللي حضر معايا غيتا خليد محمد رضا الغداش كان معنا الرسم مع محمد شاب يماني وكان معنا فن السحر مع ياسين يوسف. اوه لا ناب شكون هو الارتيست اللي غادي يمشي معنا البرايم النهائي شكون من هاد الشباب اللي حاضرين معنا اليوم غادي يمشي البرايم النهائي صح باش نعرفوا شكون الفائز شكون اللي غادي يمشي معنا البرايم النهائي نبضة الحزم هذه نبضة القلب ديالي كانوا ثلاثة في الصراحة كانت المجموعة دابور بوغي ستايل على الأداء ديالهم وأنهم اتحدوا وأن ليسبري ديال البرنامج ديال أننا نخدموا أونسومبل في ديور الشباب ونكونوا مأطرين في واحد الجهة هذا هو اللي بغينا من لا جونيس ديال غدا غيتا بالإحساس ديالها الرهيف ما شاء الله وأنها كدير الموسيقى وكتعزف وهذا هو اكزاكتومون اللي بغيناه رضا محمد اللي كان خلق واحد الجو وقدر يعطينا واحد لو بلوس اللي كان ما كانش عند البعض ولكن نظرا لأننا خصنا نختاروا واحد منكم اسم الفائز فأنا اختاريت مع الإخوان ديالي سامية وعصام كمال مجموعة بوغي ستايل تبارك الله عليكم إذن بوغي ستايل غادي يمشوا معنا البرايم الثامن غادي تأهلوا معنا مباشرة للبرايم الثامن للنهائيات إن شاء الله الرحمن الرحيم شكرا للجمهور على التشجيعات والتصفيقات الحارة ديالو برافو عليكم شكرا لكم بزاف شكرا للجمهور اللي حاضر معنا اليوم شكرا للجنة التحكيم شكرا للمتسابقين كاملين اللي كانوا حاضرين معنا في البرايم الأول من برنامج The Artist غادي نتلقاو بكم الأسبوع المقبل باش نتلقاو مع ستة ديال المواهب جديدة في البرايم الثاني لبرنامج The Artist